قصة صاحب الجنتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يا لهذا البستان العظيم الجميل، رائع بكل المقاييس الفنية والهندسية الزراعية، جنة من عروش العنب التي تتدلى قطوفها اليانعة، تحرسها أسراب النخل الباسقة المثمرة، وفي مقابلها جنة مثلها تماما، وبين هذه وتلك زروع كثيرة ومتعددة تجود بالنباتات والفاكهة، وذلك النهر المدرار الذي يخترقهما فيجعلهما دائمتي الخضرة والنضارة، فلا تجف تربتهما ولا ينقطع ثمرهما ولا تخسر غلتهما. كم ينشرح الصدر وتألف النفس وتسر العين حين تتجول في أرجائهما، تشتم النسيم العليل المعطر برائحة الثمر وزكاء الخضر. النهر المتألق المتلألئ على ضوء الشمس ونور القمر يجود بمائه الذي لا ينضب، يحيي بجريانه النبات والشجر والبشر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. نعيم ضخم وخير عميم وعطاء كبير تفضل به الله تعالى على صاحبهما. لقد قدر الله سبحانه لهاتين الجنتين أن تكونا على هذا الجانب من التنسيق والجمال، وفجر بكرمه هذا النهر بينهما. أنفق صاحب الجنتين عليهما ما أنفق من رعاية وتعهد، وكان فضل الله عليه قائما في دوام هذه النعمة واستمرارية عطائها، فهو لم يكن إلا سبباً لهذا النتاج. أما المتفضل والمعطي والمنعم فهو الله وحده. ولقد تميز الرجل بهذا البستان الجميل دون غيره من الأصحاب والجيران، وكان له جار لا يملك من متاع الدنيا ما يملكه، ومع ذلك فقد كان الجار المؤمن راضيا بما قسمه الله له من نصيبه في الدنيا، طامعا بعطائه وفضله في الآخرة. هم صاحب الجنتين يوما بالدخول إلى جنته ليجني بعض الثمر، أعجب بما لديه وانتابته النشوة، شعر بالعظمة وهو يملك هذا الثراء كله، عروش ونخيل وزروع ونهر جار وثمر حينما يشتهيه يجده عنده، شعر بأنه سلطان يدخل مملكة ليس لأحد مثلها. كل هذا تراءى له في حضور صاحبه، الأمر الذي زاده إحساساً بالتفوق والعظمة وجعل له متنفساً ليبرز اغتراره وتكبره عليه. لقد فتن الرجل بما يملك، وأخذ يعير صاحبه بقلة المال والعيال.
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لقد ظن أن أفضلية المرء هي بمقدار ما يمتلكه من مال وثروة، وبأنه يكون مقدما عند الناس بثرائه، وأنهم يتقربون إليه لينالوا رضاه ويكونوا أعوانا له. استمر الحوار بين الرجلين، وانتقل صاحب الجنتين من الاغترار بنفسه وماله وأنصاره إلى تقديس هذا الثراء والنظر إلى النعم على أنها ثابتة لا تزول. فكيف لهذه الأشجار العظيمة والنخيل الوارف والمساحات الشاسعة التي تتغذى من نهر فياض، كيف لها أن تزول؟ إنها لا يمكن أن تزول برأيه، وبالتالي فهذه العظمة والجاه الذي عنده لن يزولا أيضا، لأنه يستمد ثراءه ووجاهته مما يجنيه من تلكما الجنتين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هكذا ظن الرجل، ولقد تمادى في ظنونه وفتنته، وزين له الشيطان سوء عمله، وجعلت على بصيرته غشاوة لم ينفعه معها حدة بصره المتفحص للجمال المتمعن بالمال. أخذ صاحب الجنتين ينزوي نحو ذاته أكثر وأكثر، ينتفخ في داخله غرور العظمة، ويتجرد من أي فضل لسواه فيما هو عليه، حتى وصل به الأمر في تقديس جنتيه إلى نكران الآخرة، لأن الآخرة لو كانت ستقوم فإنها ستحصد معها كل شيء، ستزول الدنيا وما فيها بما فيها جنتاه. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا سولت له نفسه أن ينكر الآخرة اغترارا بما عنده من النعيم. لقد كان من قبل مؤمنا بها، أما الآن فالشك يساوره، فهو لا يظن أنها قائمة. دخل الرجل جنته وقد ظلم نفسه، ظلمها بكفره بالله حين أنكر الآخرة وجحد نعمة الله عليه وبدل شكر النعمة كفرا. إنه بكل ما يملك من عقل وروح ومشاعر لم يستطع أن يكون بعدالة أرضه التي جادت بالعطاء ولم تظلم من ثمرها شيئا. لقد وهبت كل ما قدر الله لها أن تهبه من زروع وثمار، أما هو فلم يتفوه بكلمة حمد لربه على عطائه العميم، نسي الخالق الرازق وأمعن في الجحود والكفر حتى أورد نفسه المهالك. ومع ذلك فقد ظل واثقا من نفسه، ظانا أن الأفضلية والسبقة سيكونان له دائما، فأراد أن يحجز لنفسه نعيما آخر يوم القيامة، فيما لو كان هذا اليوم واقعا حتما كما يظن المؤمنون. فظن أن الله عز وجل لو بعثه
فإنه سيهبه أحسن من هاتين الجنتين، وبأنه سيجد لنفسه مزيدا من العز والرفعة. هكذا كان المسكين المغرور يتخبط في نفسه بين الإيمان والكفر، لم يستطع بغشاوة بصيرته أن يرى أن الله ربه هو المنعم على عباده في الأولى والآخرة، وأنه صاحب الملك والملكوت والسلطان والعظمة في الأولى والآخرة. كان هذا الكلام وهذه التساؤلات على مسمع من صاحبه المؤمن. صدم الرجل بكلام صاحبه، إنه يسمع جاره يتفوه بالكفر، يجحد نعمة الله عليه ويكفر باليوم الآخر. أنسي نفسه من يكون وهو يتباهى بماله وسلطانه؟ أخذت الرجل المؤمن الحمية لدينه، فلم يضعف أمام صاحبه الغني، ولم يجبن، ولم يجاره فيما قال، بل وجد لزاما عليه أن يأخذ دور المصلح الناصح، فانبرى يحاوره في ثبات المتبصر العارف بالحق ليثنيه عن غيه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت يا صاحبي؟ يا له من أمر شنيع. دعا الرجل صاحبه للتفكير في نفسه، ذكره بأن الله هو الخالق العظيم الذي خلق أصل الإنسان من تراب، ثم خلقك من نطفة، ثم ها أنت ذا صرت رجلا كبيرا سويا. أفلا تتفكر؟ إن هذا التراب هو أصلك. إن الله الذي خلق الإنسان من تراب لا قادر على إعادته مرة أخرى يوم النشور، كما هو قادر على إخراج هذا النبات من تربته، فهو الموجد وهو المميت، وهو القادر على إحياء الموتى مرة أخرى. يا صاحبي، إن هذا الملك الذي تتباهى به هو من عطاء الله لك، وإنه كباقي المخلوقات سيأتي عليه يوم ويزول في ذلك اليوم الآخر الذي كفرت به. كان الرجل يحاول ثني صاحبه عن جرمه، ولما لم يجد منه ردا واستجابة بين ثباته هو على الحق، أقر مؤمنا من قلبه بأن الله هو ربه، وبأنه لا يشرك به شيئا، فلا شيء في الحياة وزينتها، ولا حتى في قسوتها وحرمانه منها يمكن أن يكون سببا في بعده عن الله. فالله هو صاحب الملك، يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، وهو راض بما قسم الله له، يعبده وحده ولا يجعل له ندا أو شريكا في ملكه وربوبيته. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له: إذا كنت صاحب مال وأولاد أكثر مني، أفلا ينبغي أن يجعلك ذلك شكورا لربك؟
أوليس الأولى حين تدخل جنتك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتذكر نعمة الله عليك وتشكرها بدلا من أن تصب غرورك علي؟ أوليس الأجدر أن تذكر في هذه اللحظات ربك الذي أعطاك وليس صاحبك الذي عطاؤه أقل منك؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. استمر الجار يحاور صاحبه المغتر، فحذره من عاقبة ما يمكن أن يلحق به لو أنه بقي على كفره. ألا يخشى أن يحل غضب من الله عليه؟ قال له: إن الله الذي رزقك ما أنت فيه من نعيم لقادر على أن يرزقني مثله، فليس يعجزه سبحانه شيء، فخزائن جوده لا تنفد. فاحذر يا صاحبي أن يسلبك الله ما أنت تتباهى به من نعيم هو صاحبه. إن هذه الزروع الكثيرة والمساحات الواسعة والأشجار المتنوعة هي تحت قدرة الله، فهو سبحانه قادر على أن يرسل عذابا من عنده فتنزل بها صاعقة تحرقها وتسويها بالأرض، بل وتجعل هذه الأرض حجرية ملساء غير صالحة للزراعة، وهو سبحانه القادر على حبس ماء النهر وجعله عميقا بعيد المتناول فلا تستطيع الوصول إليه. عند ذلك ما الذي يفيدك فيه كفرك، وما الذي يفيدك به إصرارك على خلود النعمة؟ كل هذه المحاورات والتحذيرات لم تنفع مع صاحب الجنتين، لقد بقي على قناعاته وكفره ولم يعر قول صاحبه المؤمن اهتماما، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه. وكان قدر الله واقعا لا محالة، وقصاصه من الظالمين واقع في الدنيا قبل الآخرة، ولقد جنى هذا الظالم على نفسه بكفره وفجوره وجرأته، فجعله الله مثلا للناس وآية. فبينما كانت الجنتان في أبهى حلتهما بثمارهما الدانية، يأتي القصاص العادل من رب السماء ويصدق تحذير الرجل المؤمن لصاحبه. إنها صاعقة، صاعقة تتجه نحو الجنتين فتصيبهما تدمرهما. الثمار تحترق، الشجر يتساقط بعضه فوق بعض، الأرض تسود من الاحتراق. لقد ذهب كل شيء، أصبحت الحديقة أطلالا مهترئة محترقة. ذهب الجمال وذهب الشجر وذهبت الثمار التي كانت مصدر غلته وماله، ولم ينفع ماء النهر لإطفاء النار. إنها قدرة الله أوقع عقوبته بهذا الظالم لنفسه الكافر بالله وأنعمه،
فأزال عنه هذه النعمة التي تباهى بها واغتر على العباد. طلع الصبح وذهب الرجل يتفقد حديقته، فذهل مما رأى. أين الحديقة؟ أين الجنتان؟ أين مالي وثماري وعروشي ونخيلي؟ أين مصدر رزقي؟ أين مصدر عظمتي وفضلي بين الناس؟ أخذ يقلب كفيه حسرة على كل ما أنفق فيها، وهو يرى كل شيء قد ذهب هباء. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. تنبه الرجل الآن إلى جرمه. لقد صدق صاحبه النصيحة له، لكنه لم ينتصح، وها هو اليوم يجني نتيجة أعماله. عرف أن شركه بالله أوقعه بالمهالك، وأفقده النعمة التي هي من عطاء الله له، فندم وتمنى لو أنه كان مؤمنا شاكرا، إذن لحفظ الله عليه نعمته وبارك له فيها. لم يجد فئة تنصره بشيء أمام قدر الله وعذابه، ولن تنفعه بشيء بعدما خسر ما خسر. لقد حاقت به الهزيمة من كل نواحيها، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. إنما يتولى المؤمنين وينصرهم في الشدائد ربهم جل وعلا، هو سبحانه القادر على إثابتهم أعظم الثواب على صبرهم، وهو وحده القادر على تعويضهم خيرا عما يفقدونه. وإنما تكون سعادة المؤمن بأن يكون الله معه موفقا مؤيدا ونصيرا، يحبه الله ولو لم يمنحه من مظاهر المتاع الدنيوي الزائل شيئا، فالدنيا كلها إلى زوال، والمال والبنون زينتها. أما الأفضلية عند الله تعالى فهي للإيمان والتقوى، وليس للمال والسلطة. وقد خاب من كفر، وفاز من آمن وصبر وشكر. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.